بامتياز. طب لماذا تكون حركة مثل النهضة عندها مصلحة بمنطقة؟ لا أنا بالضبط يعني هو من السهل أنه لما يقع اغتيال شخصية معروفة بآرائها المعادية للإسلام السياسي، معروفة بنقدها للتيارات الإسلامية وخاصة لحزب النهضة الإسلامي الحاكم، فإنه من أسهل الاستنتاجات التي يمكن أن تكون هو الاستنتاج وأن من يقف وراء هذا الاغتيال هي تلك الجهة التي كان يعاديها الضحية. نعم. لكن أعتقد أن هذا هو الاستنتاج السهل. التي اختارت شكري بالعيد هدفت إلى ما حدث الآن، إلى هذا الاحتقان وإلى هذا التشنج وإلى هذه الاضطرابات والفوضى التي تحدث الآن بالعاصمة وبعض المدن بالجمهورية. هذا يعكس أن الطرف هذا الخفي الذي يقف وراء هذه الجريمة هو يهدف إلى إحداث التفرقة والفوضى، يهدف إلى خلق واقع سياسي جديد اليوم بتونس، يستغل العلاقة المتشنجة ما بين الإسلاميين في الحكم وما بين المعارضة العلمانية في أغلبها، وبالتالي يصعب تصور وأن الإسلاميين يقفون وراء الاغتيال هكذا بكل بساطة وبطريقة مكشوفة ومفضوحة. أعتقد أن البحث فيها شيء من يمكن الغباء السياسي اكيد، يعني من السذاجة ان شخص يشاع وانه في عداوه مع شخص ويقوم باغتياله بعد ساعات، يعني ثم انه وما الذي يؤدي الى اغتيال شكري بالعيد من ناحيه سياسيه؟ ما هو المكسب؟ لا شيء.